موضوع الله والمحمول حكيم. نازع إبليس في هذه النسبة أن الله سبحانه وتعالى في حكمه لم يكن حكيما، أنا خير منه. والآن يتنازع العالم بسبب مفتاح ومحور الشر إبليس وما يوسوس لهذا العالم، نتنازع نحن والعالم في هذه النسبة. منهم من يقول الله سبحانه وتعالى ليس بحكيم بسبب أفعاله وما يصدر عنه في هذا الوجود من الشرور، ومنهم من يقول الله سبحانه وتعالى ليس بحكيم ويطعن في أحكامه، مثل الرجم، مثل قطع اليد، مثل إلى ما يتبع ذلك. فالآن يجب علينا أن نقيم البراهين، نقيم الحجج على أن هذه النسبة صحيحة وأن هذه النسبة مناسبة وأن هذه النسبة صادقة. الله حكيم في أفعاله وفي أقواله كما سيأتي.